أكبر الأسباب يلي بتسبب الوفاة بالعالم التدخين يلي صارت مضرة معروفة للكل، لكن رمضان يعتبر فرصة للابتعاد عنه. كيف وشلون حنتعرف اليوم؟ برحب فيك دكتور تمام رقية معنا لليوم. دكتور، بداية فيك تخبرنا عن مخاطر التدخين بشكل عام؟ بشكل عام مخاطر التدخين بتكون أكثر متمثلة بالمشاكل الجهاز التنفسي وأمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية، مثل تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم، وحتى بتأثر على الكوليسترول، مستوى الكوليسترول والدهون بالجسم. وبشكل عام هو من أهم، إضافة إلى ذلك، أمراض السرطان، سرطانات القلب، الرئتين، سرطانات القولون، سرطانات الحنجرة والفم، طبعا غير انه من اهم مسببات الوفاه بالعالم. بالنسبه للصائم، يعني خطره بالذات على صحه الصائم، لانه مثلا انا بكون صايم 15 ساعه، صايم بكون صايم 16 ساعه، احيانا بيفطر على كاسه مي او على كبايه قهوه وبعدها دغري بياخذ سيجاره لانه مدمن تدخين. شو مخاطر هي السيجاره بتكون على معده فاضيه؟ طبعا الصائم بيكون لمده 12 ساعه معدته ما بتتقبل لا اكل ولا دخان ولا حتى مي، فبكون معدته غير مهيئه لانه يستقبل النيكوتين او يستقبل الدخان هذا بهذا الوقت، ممكن تسبب له مشاكل كثير بالهضم ومشاكل بالقرحه، ممكن تسبب ارتجاع مريئي. فنحن بنحاول للمدخنين انه يحاولوا بشهر رمضان يتركوا التدخين او يخففوه، او على الاقل ينتظروا لبعد الاكل لحتى يدخنوا، حتى يكون الجسم استعد او كمهيئ يعني اكثر. يعني حتى اذا ما بطلت الدخان ما تدخن على معده فاضيه؟ ابدا ابدا. وبالنسبه ل بما انه عم نحكي عن الاكل، شو في أغذية معينة أو أطباق معينة ممكن تساعد المدخن إنه يخلص من السيجارة؟ بشكل عام أهم شيء للمدخنين إنه هن يغيروا عادات التدخين. مثلاً بالصيام ممكن بعد، من خلال فترة الإفطار لحتى فترة السحور، يحاولوا يكتروا من أكل الفواكه والخضروات، يعبوا وقتهم قد ما فيهم مشان يقدروا يبعدوا عن الدخان. طبعاً في نباتات مثل نبات الكنجة ممكن نلاقيه بالبزوريات، ممكن نستعمله بيساعد المدخن أكثر على إنه يتركه للتدخين. وطبعا في شغلات ثانيه غير الاكل او الشرب بتساعد المدخنين، مثل اللصقات الطبيه ومثل الادويه العقاقير اللي بتنباع بالصيدليات كمان. دكتور، في مقوله شائعه بين المدخنين أو حجة فينا نقول إنه يلي بيترك الدخان دغري بيسمن بيزيد وزنه، شو صحة هالشائعة؟ هلا بشكل عام أكيد الإنسان بعد ما يترك التدخين، بعد خلال بالذات بعد 48 ساعة، حاسة الشم وحاسة التذوق عنده بتكون أحسن، فهو بتقولي بيرجع بحس ويتذوق الشغلات من أول وجديد، فبتنفتح شهيته، لأنه النيكوتين أو الدخان هو ساد للشهية. بس طبعا إذا كان الأكل أو اتبع أساليب الصحيحة ما بيؤدي لزيادة الوزن، طبعا بالإضافة إلى ممارسة الرياضة، ويكون تركه بطريقة صحيحة، ما يتركه بشكل مباشر أو بشكل قطعي بين يوم وليلة. ترك الدخان بيجي تدريجي، بيكون أفضل للصائم أو لحتى الإنسان العادي بأوقات غير الصيام. يعني كيف ممكن رمضان يكون هذا النظام التدريجي؟ أفضل نظام هو بالذات بالنسبة لرمضان يبلش قبل بأسبوع من رمضان، وإذا مو قبل بأسبوع خلال الأسبوع الأول. خلال الأسبوع الأول الصائم هو عنده مثلا تقريبا حوالي 4 إلى 5 ساعات بس بيقدر يدخن فيهم، يحاول يدخن كمية أقل بكثير من 3 إلى 5 سيجارات باليوم، بحيث يعطي جسمه الكمية اللي بده إياها من النيكوتين ويخفف الكمية اللي كان ياخدها لمدة أسبوع. الأسبوع الثاني ممكن يحاول يغير العادات اللي هي مرتبطة بالدخان، سواء بعد الأكل أو سواء بس يفيق من النوم أو أي ما كانت، بيحاول يبطلها خلال هذا الأسبوع حتى ينزل العدد لتقريبا سيجارة أو سيجارتين. من الأسبوع الثالث لحد آخر رمضان ممكن يبلش يستعمل العقاقير أو اللصقات الطبية اللي بتساعد حتى ينتهي من العادة. لازم ما تسمح للتدخين يكون أقوى منك ومن إرادتك وعزيمتك، وتقتنص الفرصة برمضان لتقلع عنه. طبعاً محبين ومحبات الأرجيلة حالياً بيفكروا أنه هنن طالعين من القصة وأنه هنن بالسليم،
لا ابدا، الارجيله مثلها مثل الدخان لاحتوائها على القطران وعلى اول اكسيد الكربون وعلى النيكوتين، فهي مدارهم واحده. بس اللي بيفرق انه الدخان بشكل اكثر واسرع، الارجيله ممكن بشكل يومي مره باليوم او مرتين حسب كميه التدخين اللي عم يدخنها بيكون الضرر. بدنا نحكي على نقطه انه الدخان بيسرع من الشيخوخه، وهي المعلومه ممكن تفيد كثير للنساء اللي عم يتابعونا حاليا، معلش تحكي لنا على هي النقطه. اكيد اكيد، الدخان او النيكوتين استهلاكه بيؤدي الى زياده او تقصير عمر الشخص بشكل عام، مو بس للشيخوخه، وبيؤدي الى افقاد الجلد مكونات مثل الكولاجين وهي المواد اللي هي اصلا مهمه لنضاره الوجه والبشره. فالتدخين بيأثر على اصلا مو بس خلال فتره المراه للشيخوخه، وكمان بالنسبه للحامل والجنين بيأثر كثير على الحامل وعلى الجنين، هو سبب كبير من الولادات المبكره، وحتى بشكل عام النيكوتين وإدمانه بينتقل من المرأة الحامل للجنين. هل صحيح أنه ممكن يسبب تشوهات للحامل للجنين يعني؟ هلأ ممكن يسبب وفاة، مو بس تشوهات، ممكن يسبب إجهاض للجنين، ممكن يسبب ولادة مبكرة ووزن خف من أو وزن خفيف للأجنة، فممكن يسبب هيك شيء. بس تشوهات ما بيسبب تشوهات بشكل مباشر، بس هو ممكن يسبب إجهاض وهو أسوأ من التشوه. نصيحة أخيرة دكتور تمام للمدخنين والمدخنات. نصيحة أخيرة، رمضان شهر فضيل، وبهالفترة يعني ممكن تستغل كتير هاي الشغلة إنه أنت تترك التدخين. في 12 ساعة إحنا ما عم ندخن فيها والعالم كلها ما عم تدخن، باقي 4 ساعات أسهل بكتير من أي وقت تاني. بتشكرك كتير دكتور تمام رقية للمعلومات اللي شاركنا فيها. يا أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله تكونوا استفدتوا وقررتوا من اليوم الابتناء عن التدخين. بتمنى لكم صيام مقبول وإفطار شهي بأمان الله.